السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من خلال هذا التقديم ومن خلال هذا الشريط فيديو غادي نحاول نتكلم على واحد الإشكالية اللي كيترتب عندها واحد انتقال المسؤولية من أو ترحيل المسؤولية من المحاسب العمومي إلى الأمير بالصرف، وكيتعلق الأمر بمطلب الامر بالصرف او ما يسمى بالريكيزيسيون ديال لو كونطابل بيبليك او لو تريزوري بايير. فمن بعد كيتم هذاك المحاسب العمومي او ذاك المخازن او ذاك الخازن المكلف بالاداء كيقوم بواحد المجموعه من الملاحظات على واحد الامر بالاداء. هذاك الامر بالاداء اللي كيكون مرفق بواحد المجموعه من الوثائق اللي كتدخل في لا نومونكلاتور دي بيس جوستيفيكاتيف دو بايمون دو لا ديبونس بيبليك. فمن خلال الدراسه والتقييم ومن خلال المراقبه القبليه اللي كيمارس هذاك المراقب المالي او ما يسمى المحاسب العمومي او الخازن المكلف بالاداء، فإذا ارتأى بأن هناك خلل ما في الملف وأن هناك مسائل تشوب إلى مكونات ملف الأداءات، أو هناك تم إغفال بعض الأمور التي تخل بالنظام الذي يؤطر تمرير الصفقات العمومية أو اعتماد النفقات العمومية من طرف لدن الأمير بالصرف، كيتم إرجاع هذاك الأمر بالأداء معللا رفضه للتأشيرة على الأمر بالأداء من خلال واحد المذكرة توضيحية اللي كيخبر فيها الأمر بالصرف بأن هناك خلل في المسطرة المتبعة، وأنها لا تراعي سواء المرسوم لتمرير الصفقات العمومية أو كتدخل في نطاق بعض الأشياء اللي لا تحترم من خلال المالية العمومية أو القوانين التي تترتب عنها عقوبات مالية. فمن خلال هذيك لا نوت دوبسيرفاسيون ما يسمى بلا نوت دوبسيرفاسيون كيتم ارجاع هذاك الامر بالاداء، وبالتالي كيرفض التاشيره على هذاك لو موندا، واللي من خلالها كيعتمد في الرفض ديالو على بعض المعطيات اللي كتدخل في الاطار القانوني، وبالخصوص تبعا للمسطره المتبعه. فمن خلال هاد الرفض كيتم الرجوع ديال الملف الى صاحبه وهو امر بالصرف، وبالتالي كيعاود هذاك الامر بالصرف يلغدغس ما يتم اصلاحه، وكيرجع له الملف. وفي الحاله كيبقى المحاسب العمومي يتشبث برفضه، وكيلتجا هذاك الامر بالصرف الى القيام بمطلب من خلاله يطلب من المحاسب العمومي تنفيذ الامر بالاداء والتاشيره عليه وتحويل المستحقات الى الشركه او صاحب الدين. وبالتالي هاد المساله هذه كتسمى لا ريكيزيسيون ديال لوردوناتور سور لو كونطابل بيبليك. ولكن في بعض الحالات اذا ارتأى المحاسب العمومي او لو كونطابل بيبليك او لو تريزوري بايور بان هذيك لا ريكيزيسيون خارجه سياق القانون ولا تتماشى مع الضوابط، فهو كيرفضها بتاتا. وهي واحد للاشاره من خلال القوانين اللي كتحكم الماليه العموميه، فكاين بعض الحالات اللي فيها لا ريكيزيسيون لا تقبل. هذه الحالات اما كيكون غياب الغلاف المالي، كيكون المستحقات ما غادياش لذاك لو فيغيتابل كريونسي، كيكون لو سيرفيس ما كاينش لو سيرفيس فيك، ما تمش الانجاز.
ثم هناك ايضا يعني كاين المشكل ديال لامبوتاسيون بيدجيتير، بمعنى هذيك الاعتماد هذيك النفقه لا تتلائم مع يعني ذاك لو غاتاشمون ديال هذاك ذاك لا لين بيدجيتير ماشي هي هذيك. وبالتالي اذا ارتأى بان لا ريكيزيسيون كتدخل في هذه الحالات اللي ما يمكنش القيام بها او ما يمكنش الامتثال لها، فالمحاسب العمومي او الخازن المكلف الاداء كيلتزم بالرفض، وبالتالي كيكون يعني المآل تاع الملف هو يعني كيكون موضوع احتكام لدى وزارة الاقتصاد والمالية، هي التي تثبت في الملف اعتبارا منها أن هناك خلل في المسطرة، وأن هناك إغفال بعض الأشياء في وبعض الإجراءات التي لم تحترم، وتكون معللة من طرف المحاسب العمومي أو الخازن المكلف بالأداء. وهنا في هذه الحالة لا ريكيزيسيون كتبقى حتى هي سي اون بيس جوستيفيكاتيف ديال لي ديبونس de paiement des dépenses كتدخل في لا نومنكلاتور ديال لي بياس جوستيفيكاتيف دي ديبونس، لان في الوقت اللي كتكون هذيك لا ريكيزيسيون يعني تتماشى مع يعني المساطير القانونية وكذلك الإطار التنظيمي للمحاسبة العمومية. فهنا كيكون يعني في حالة قبول هاد لا ريكيزيسيون كيقبلها لو كونطابل بوبليك او لو تريزوري باير، فهنا هو لا ريسبونسابيليتي ديالو اللي ديجاجي. وهنا كان اون اسيست ان ترانسفير دو ريسبونسابيليتي ديال لو تريزوري باير او لو كونطابل بوبليك فيغ لوردوناتور. فمن خلال هذا التقديم، والهدف من هذا التقديم هو تحسيس بالدور اللي كيلعبه المحاسب العمومي او الخازن المكلف بالاداء، وكذلك التعريف بمجموعه من الاشكاليات اللي كتطرح ما بين لوردوناتور لو سوزوردوناتور لو كونطابل بوبليك او لو تريزوري باير، واللي كان الموضوع ديالها اليوم هو لا ريكيزيسيون. وهاد لا ريكيزيسيون كتبقى واحد الوثيقه اساسيه، c'est une pièce parmi les pièces justificatives de paiement des dépenses li dakhla fi itar la nomenclature des pièces justificatives de paiement. Fa ila hada al had aktafi bi hada al qadar. Wa ida ajabakum al video diru li like, wa minkum man lam yishtarik fi al qanat ad'ukum lil musharaka fi al qanat, wa kada al zuwar ad'uhum lil musharaka fi al qanat. Wa ila al liqa fi halqatin أخرى بحول الله ومع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.